السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم، وأنا أشكر مختار الشرفي والأستاذة أمل، وأنا أشكر كل الصحفيين وأشكركم أنتم. فأنا صح أنني هربت من أهلي، صح أني ما عاد أشتيش عندهم، خلاص أنا أعيش عند عمي. إيش براءة الطفولة؟ إيش بذنب الأطفال من تتزوجوهم كذا؟ يعني مثلا أنا بحل مشكلتي صح، بس بعض الأطفال براءتهم ما يحلوش مشكلتهم، يمكن يموتوا، يمكن ينتحروا، يمكن يفعلوا اللي براسهم، لأنهم أطفال ما يدروش بحاجة، يعني عندهم ما تعلموش ولا درسوا ولا حاجة. يعني إيش ذنبنا إحنا؟ مش الوحيدة أنا، يمكن كل الأطفال، في ناس كثير. بعض الأطفال يعني دبزوا بنفسهم في البحر ما عاد باغي. يعني إيش البراءة هذه؟ هذه ما إيش براءة. صح انني انا هربت من عند عمي، عمي ما كانش موجود، فاني اتصلت لعبد الجبار يجيب